السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد مع كاتري لاميا. الوصفة ديال اليوم راكم غالبا عرفتوها، هي بغرير. هاد البغرير ساهل اللي بعض الاحيان كي ما كيطلعش. اليوم نعطيكم مقادير مضبوطة ان شاء الله. بالنسبة للمقادير، انا هنايا عبرت بزلافة بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الكاس ديال العنبة. دونك عندي هنايا جوج زلايف ديال السميدة الرقيقة، يمكن لكم ديروا الفينو. عندي هنايا زلافه ديال الدقيق البيض، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه ديال الخميره ديال الحلوه ولا 8 غرام ديال الخميره الحلوه. عندي معلقه معمره ديال السكر حبيبات ولا سنيده، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للماء، عندي هنايا بالضبط 4 ديال الزلايف ديال الماء. اذا بالنسبه لهاد 3 زلايف غنستعمل 4 زلايف ديال الماء دافي. دابا ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. انا كندير مباشره في الصراحه في الكاس ديال الخلاط. غادي ندير الماء هو الاول، كما قلت لكم 4 ديال الزلايف ديال الماء. غادي نضيف السميده، غادي ندير المقادير كامله مع بعضياتها، كلشي غيتخلط. ديك الخميره دير حداها السكر، الخميره ديال الحلوه، شويه الملح. دابا غادي نديرو كلشي في الطراب ونخليو العجين يدور. بسم الله، غادي نديرو يدور. كنخدوه مزيان حتى كيدير هادوك الفقاعات. هذا هو السر ديالو، خصو تيدير هادوك الفقاعات باش كنحسو بان العناصر كلها تجانست مع بعضياتها. وغادي نخليو غير واحد 10 ديال الدقائق وندوزو ان شاء الله باش نطيبوه. ها هو كيبان لكم القوام ديالو كي داير. من بعد ما كندير المقلاه تسخن، كنكب فيها الخليط وكنسرح. انا في المقلاه كنبغي داك البغرير يجي خفيف، ما يجيش غليظ. في الاول كنجهد عليه البوطه كما كتشوفوا حتى كيولي يتثقب كله. هي واحد الملاحظه خفيفه، يعني بان بالنسبه للمقلاه خاصها تكون خاصه بهذا الشكل ديال الاكلات بحال بغرير، ما خصهاش تقاس حتى بحاجه. يعني كنخليوها خاصه غير للبغرير ولا لي كريب، حتى هما ماشي مشكل. كما كتشوفوا ها هو تبارك الله طالع مزيان. الا ما طلعت لكمش الاولى ماشي مشكل، غالبا من الاولى كتكون يلاه المقله كتسخن ويلاه كنبداو نطلقوا العجينه، يعني عادي جدا. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتشاركوها مع اصحابكم وحبابكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاقارب ديالكم باش يوصل. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا كل جديد. نتلاقاو ان شاء الله وصفه